تعالوا نروح لهذا التقرير. وزارة الداخلية الحقيقة عملية التطوير والتحديث اللي بتحصل في كل سواء منشآتها أو في قطاعاتها الحقيقة تستحق التحية والاهتمام، وأنا أزعم أني متابع هذا التطوير والتحديث اللي بيحصل بشكل شبه يومي. وقلت لكم أنه الرؤية الجديدة في وزارة الداخلية هو التطوير على المستوى الفردي وعلى مستوى المنشآت والمرافق وعلى مستوى التكنولوجيا والتحديث كمان، عشان يبقى تطوير أفقي في كل المسارات. هذه المرة التطوير طال قطاع الأحوال المدنية. تعالوا نشوف. خطة عمل طموحة تنفذها وزارة الداخلية للارتقاء بالخدمات الجماهيرية التي تقدمها للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات قطاع الأحوال المدنية، حيث تم استحداث سيارات متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية توفر خدمة استخراج مصدرات القطاع للمواطنين في المناطق النائية. ووفقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة كلنا واحد وحياة كريمة، فقد تم الدفع بسيارات الخدمات الرقمية إلى القرى والنجوع النائية والأماكن التي قد تشهد مقرات الأحوال المدنية بها تكدسات، بهدف التيسير على المواطنين في استخراج الأوراق الثبوتية. كما اتجهت وزارة الداخلية إلى إنشاء وافتتاح مقرات نموذجية جديدة للأحوال المدنية داخل المراكز التجارية، حيث تم بدء تشغيل مقراتها بمولات سيتي ستارز بمدينة نصر وسيتي سنتر المعادي ومول ماكسيم بالتجمع الخامس ومولي العرب ومصر بمدينة 6 أكتوبر ومول الحمد بالغربية، كما يجري إعداد مقرات جديدة بمول كارفور بالإسكندرية ومولي دندي والحصر بالجيزة، تستهدف بها خدمة شريحة كبيرة من المواطنين من المترددين على تلك المراكز للتسوق، حيث لا يتم التقيد بمحل إقامتهم عند استخراج المصدرات، كما أنها تتميز باستمرارية العمل فيها على مدار اليوم. كما تواصل تطوير مقرات الأحوال المدنية لتشهد طفرة معمارية هائلة مواكبة للنهضة التكنولوجية داخلها، بما يمكن المواطنين من الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية بذات الجودة في كافة المقرات على مستوى الجمهورية. فمن مقر للأحوال المدنية إلى آخر، التصميم المعماري واحد، وزيادة في منافذ تقديم الخدمة، ومراعاة تخصيص أنظار لائقة للمواطنين، مع الاعتماد على خاصية النداء الآلي في أولوية تقديم الخدمة، إضافة إلى السرعة في استخراج مصدرات القطاع. ولمزيد من التيسير على المواطنين، فقد قررت وزارة الداخلية مد العمل بعدد من مقرات الأحوال المدنية بعدد من المحافظات حتى الساعة 9 مساء. الإجراءات كانت سهلة جدا وما توقعتش بصراحة إن يكون في سجل مدني في المكان ده. الخدمة اللي حصلت عليها النهاردة خدمة ممتازة، جيت عشان أستخرج شهادة ميلاد لحفيدي ما استغرقتش دقائق. أنا بالنسبة لي كنت جاية أجدد رقم قومي، فلقيت الموضوع سريع والمكان نظيف وكويس وقريب مني، فأنجزت بسرعة يعني. واتساقا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، فقد أتاحت وزارة الداخلية مصدرات قطاع الأحوال المدنية عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، وهو ما يوفر الوقت والجهد. كما تم إضافة خدمة الكول سنتر للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الطلبات حتى الساعة 9 مساء، واستحدث القطاع منظومة تلقي الشكاوى بعدد 15 خطا لفحص شكاوى المواطنين والرد الفوري عليها. كما استحدث القطاع ماكينات آلية بمقر القطاع بالعباسية وموانئ القاهرة والغردقة وشرم الشيخ الجوية لإصدار شهادات ميلاد مميكنة كمرحلة أولى. كما أتاح القطاع خدمة الترجمة الفورية لمصدراته ب13 لغة مختلفة. وتيسيرا على كبار السن وذوي الهمم، فقد خصصت أماكن لهم بمقرات قطاع الأحوال المدنية، مع توجيه مأموريات لمقار إقامتهم لاستخراج مصدرات القطاع لهم بهدف التخفيف عنهم. وتستمر منظومة التطوير والتحديث التي تحرص وزارة الداخلية على انتهاجها في كافة قطاعاتها بخاصة الخدمية منها، ليحصل المواطنون على خدمة حضارية لائقة في مجتمع
يشهد تطويرا وتحديثا شاملا على كافة الأصعدة.